تراست سعاده الاستاذه فائقه بن سعيد الصالح وزيره الصحه اعمال الاجتماع الاول لعام 2022 للجنه الوطنيه لمكافحه الامراض المزمنه غير الساريه. وفي مستهل الاجتماع رحبت سعاده الوزيره باعضاء اللجنه لمشاركتهم في اعمال هذا الاجتماع مثمنه كافه الجهود والمبادرات المتميزه التي يقوم بها الاعضاء لصالح تحقيق الاهداف المنشوده واولويات ضمان الحفاظ على صحه وسلامه المجتمع البحريني والتصدي لمخاطر الامراض المزمنه. وقد تم خلال الاجتماع اقرار جدول الاعمال والتصديق على محضر الاجتماع السابق وعرض جدول متابعه القرارات والتوصيات الصادره سابقا. كما تم احاطه بل تمت احاطه اللجنه علما بمشروع قرار اعاده تشكيل اللجنه التي ستنتهي مده عملها في شهر ابريل المقبل وسيصدر بشانها قرار من مجلس الوزراء الموقر.